كان المغرب خطا واحد الخطه ثابته، وصلنا تقريبا 10 ديال المليار ديال الدرهم ديال التمويلات ديال بالمرابحه. هاد التمويلات ديال المرابحه لازم يكون عندها واحد التغطيه على الوفاه والعجز. لحد الان 10 ديال المليار ديال الدرهم كتنتظر تامين تشاركي تكافلي اللي غادي يعطي واحد التغطيه لا قدر الله على الوفاه او العجز للناس اللي خدمت تمويلات مع الابناء التشاركيه. هاد التامين التكافلي نعتبره واحد اللبنه ثانيه مهمه في المنظومه الماليه التشاركيه، لان المنظومه الماليه التشاركيه كتكون من الابناك، من تامين ومن سوق الرسامي. الابناك الحمد لله مع يعني الرياده ديال والي بنك المغرب سي جوهري اختات واحد الخطه ثابته. كان اخيرا يعني ان الابناك التشاركيه يمكن لها تاخذ تمويل من البنك المركزي بواحد يعني بواحد الكلفه يعني جد مهمه، وبالتالي تمويلات تشاركيه غتكون تمويلات بواحد الاثمنه مناسبه. وكاين النقطه الثانيه هو الصندوق ديال الضمان، صندوق الضمان المركزي اللي مكن يعني الشركات الصغرى والمتوسطه باش يمكن لها تمولها هاد الابناك التشاركيه بواحد الكلفه وبواحد يعني بواحد السهوله وواحد المرونه. دونك هاد جوج نقاط اللي كانوا مهمين اللي ركزنا عليهم هاد الاسابيع يعني في مع نادي يعني الخبراء والمدراء ديال بعض الشركات اللي كانوا يعني استضفونا باش نتكلموا على الصندوق المركزي للضمان، وكذلك على يعني التمويل ديال البنك المركزي. الا ان هاد المسائل كامله غادي تعطي واحد المنحة تصاعد ديال الابناك التشارك، ولكن التامين التكافلي تبقى مهم جدا. والتركيزه الثالثه هو السوق الرساميل. السوق الرساميل حتى الان عندنا افكار يعني بغينا يكون عندنا واحد لانديس، واحد المؤشر ديال البورصه، وبغينا يكون عندنا واحد الصناديق الجماعيه اللي يعني لي فالور موبيليير القيم المنقوله، وكذلك الصناديق الجامعيه للعقار. دونك هذه هي المنظومه التشاركيه الصحيحه اللي كنحاولوا اننا نضعها في المغرب. وهذه كيف كنقولوا هذه واحد تجربه محليه، وبالتالي من بعد عندنا بعض البلدان الافريقيه اللي بغاو ياخذوا معنا هذه التجربه وكينتظرونا وتتبعونا لحد الان. الحمد لله اشتغلنا معهم كذلك في سوق الرساميل هذه واحد الاسبوعين في واحد الويبينار يعني واحد النقل مباشر، خدمنا معهم كذلك على التامين التكافلي. يعني الحمد لله ما بين المغرب الان والكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا هو واحد يعني ما بقاش عندنا مشكل مع الاتصال كوفيد 19 او اللي وقع مع كورونا، انه كان يعني كان واحد المشاكل يعني الوقف على العمل، ولكن الحمد لله حنا ما وقفناش، بقينا كنشتغلوا بحال الامور غادا في الاتجاه الصحيح. والحمد لله في هذه الفتره بزاف ديال النقاط تغلبنا عليها، ويعني كنقولوا الوقت حان باش ان شاء الله في المغرب نبقاو في نفس المنحه، في نفس هذه السرعه هذه باش خدمنا في كوفيد 19 تبقى هذه السرعه دائمه. هذا هو يعني هذا هو السرعه اللي خصنا نبقاو فيها في المجال. علاش؟ لان باش نخلقوا ثروه ونخلقوا المناصب الشغل، لان الرهان كبير، لان هناك مجموعه من الشباب اللي بغاو يخدموا هذا، وخصنا نوصلوا لهذا الرهان. وهذا الرهان يمكن لنا نوصلوا ليه الا جمعنا هاد ثلاثه ديال القوات: ابناك، تامينات، وسوق الرساميل. هذا الجمع ديال هاد الثلاث نقاط هو اللي غادي يخلق لنا الثروه بواحد الشكل كبير ان شاء الله.